عثرت على رأسين من الغنم ضائعة، وقد سألت عن صاحبها في عدة أماكن وفي سوق الغنم ولم أجد لها صاحب، فأرجو إفتائي فيما أصنع بها أو معها. إذا وجد الإنسان رؤوسا من الغنم أو غير الغنم كالبقر وغيرها مما يخشى عليه العيون وجود الأشياء مما يخشى عليه الذهاب والضياع، يعرفه ساعة كاملة. فإن عرف الحمد لله قد سلمه لصاحبه، وإن لم يعرف حل له صالح كسائر ماله. والنبي عليه السلام من أرى ضاله هو ضال ما لم يعرفه، وغنم من الضلال. أما البقر والإبل هذه تحمل نفسها، لا حاجة إلى أن يتولى أو يقبضها، بل تضرب في الصحراء حتى يتولى أهلها ويجدها أهلها، وإذا كانت الأسواق سوف يجدها أهلها بل يطمع فيها. أما الغنم فينبغي له أن يعرفها سنة كاملة، وهكذا ما كان جنس الغنم من الحيوانات الصغيرة التي يخشى عليها الموت وتلاعب الكلاب بها أو نحو ذلك فإنه يعرفها أيضا. الحاصل أنه يعرفها سنة كاملة، فإن عرفت وإلا فهي له. والأجرة على الصحيح تكون عليه، الأجرة المنافي للإنادي عليها ويعرفها للناس تكون عليه من هذا المال الذي وجده، وإن تركه ولا يأخذه فلا بأس. وأحد الأخوة ما زال يسأل أن الميكروفون خارج المسجد لا يسمع، ويتمنى أو يرجو أن يكون خارج المسجد الميكروفون يسمعه الناس. إن شاء الله إني أنسى، إن شاء الله أكتب الآن الصلاة إن شاء الله أنسى، إنه ذكرت كم مرة قلت بعضهم ولا ينسى ولا أظن أظنهم ينسون كما ننسى، لكن إن شاء الله يعيد هذا. هل يجوز الكلام لعادة؟ أيوه.